واخيرا رجعنا لكم متجر فيكس. ليش؟ لانه يضمن لك شحن كل الالعاب الموجوده على جهازك او على اي منصه كانت، سواء جوال، بي سي، اكس بوكس، بلاي ستيشن، ايا كان. يمكن انك بس تكتب اسم اللعبه اللي انت تريد تشحن بها من هذا المتجر وراح تطلع لك كل العروض الموجوده. زي ما تلاحظون انت تختار العرض اللي يناسبك والتسعيره اللي تناسبك وتشحن اللعبه اللي انت تريدها او اللي بدك اياها. بامكانك الدخول من الرابط اللي راح اخليكم في وصف الفيديو او تستخدم كود A18 من اجل انك تحصل خصم خاص ايضا من هذا المتجر، وايضا يدعم جل عملات الدول العربيه. الرابط راح اخليكم في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت. والله من زمان والحنين الى طور البطرويال في كود موبايل، لكن شباب اليوم راح نتكلم عن نسخه وورزون موبايل، ولو انه الجيم راح يكون او الجيم بلاي راح يكون على نسخه كود موبايل، وبالتحديد راح يكون في ماب الكاتراس. اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناه اندرويد 18. شباب اليوم راح نتكلم عن اهم ماب او افضل ماب او اللي يعتبر محبوب الجماهير او محبوب اللاعبين، اللي هو ماب الكاتراز. يعني خريطه مصغره تعتبر ب 40 لاعب، لكن تفاصيلها جدا رهيبه، بالاضافه لانه الحماس الموجود بها يعني مستمر وبشكل دائم في كل مره ينزل فيها هذا الماب. باذن الله هذا الماب ايضا بشكل رسمي يا شباب راح يتوفر حتى في نسخة وورزون موبايل. ليش؟ لأنه داخل ملفات اللعبة توفر فعليا، وكانت حتى في بعض الصور يعني اللي تم تسريبها أيضا فيما يخص هذا الماب، ولكن يعتبر باسم ريبريت، يعني ما راح يكون باسم الكاتراز. أوكي راح يتوفر معنا، وهل راح يكون أيضا بهذا التفاصيل؟ لا ما أتوقع، راح يكون يعني تعديل على الجودة وغيره فيما يخص الماب اللي يكون متوفر على نسخة وورزون موبايل. وبأمانة هذا الماب جدا رهيب. أنا أعرف أنه في ناس كثير بخصوص يعني لاعبي كود موبايل يعرفون تفاصيل هذا الماب، واكيد انه يعني مدمنين على هذا الماب حتى لما ينزل فيه بشكل مؤقت، واعتبر بشكل يعني واعتقد تماما انه حتى في نسخه وورزون موبايل راح يكون تقريبا ماب مؤقت، يعني حتى لما يتوفر راح يكون ماب مؤقت. راح تذكر لي هذا راح يتوفر مع الطرح العالمي بشكل رسمي؟ لا ما اتوقع، اكيد انه راح ياخذ وقت نوعا ما اساس انه ينزل بشكل رسمي على النسخة. ليش؟ لأنه ضروري أنه الناس يعني تستمتع أكثر وتلعب أكثر وتكتشف أكثر ماب فيردنسك، وبعدين بعدين راح يكون لنا كلام في هذا الماب اللي أعتبره أحسن إضافة أنه أيضا تسويها الشركة ويكون كماب ثانوي، حتى لو يكون يعني ماب مؤقت لكن يفيد بصراحة، يعني تغير جو شوي أكيد بعد الطرح العالمي والطرح الرسمي للعبة. فبصراحة يعني أتمنى أنكم تعطونا رأيكم وتقييمكم في ما يخص هذا الماب اللي راح يكون بإذن الله قادم إلى نسخة وورزون موبايل. فهل أنتم فعليا متحمسين لهذا الماب؟ ولكن أنا أعرف الإجابة أنه ممكن أنتم متحمسين أكثر لإصدار اللعبة بالماب الموجود حاليا بدون يعني حتى ما ننتظر هذا الماب أكيد. وأنا معكم بهذا الكلام، ليش؟ لأنه والله طال الأمر، لكن الحين خلاص يعني بإذن الله شهر 5 خلاص، يعني إحنا تبقى معنا تقريبا وقت بسيط جدا على أساس أنه اللعبة تنزل، وبحول الله يعني في الموسم الرابع بشكل رسمي، الموسم الرابع اللي يخص وورزون موبايل راح ينزل معنا بشكل رسمي اللعبة لكل الدول بشكل عالمي أيضا، يعني حتى ما نصادف أي مشاكل ولا VPN ولا أي شيء، يعني تلعب بشكل عادي وأنت مرتاح. المهم يعني تقريبا هذه التفاصيل اللي حبيت أشاركها معكم في هذا المقطع، بالإضافة إلى أنه يعني والله الحنين إلى طور الباتل رويال. فما لعبت بأمانة يعني شباب راح تلاحظون لأول مرة ممكن من زمان من سنوات ما لعبت طور الباتل رويال، لكن هذه المرة راح أشارك معكم هذا المقطع. ليش؟ لأني نزلت فعليا وصورت لما كانت تحديات مباشرة من أجل التمويهات الأسلحة، فيعني كان مفروض علي أني ألعب طور الباتل رويال، ولو أنه يعني تعرفون أني مدمن سيرش على وجه الخصوص، يعني طور جماعي وبالتحديد يعني مدمن على السيرش فكود موبايل، لكن ما يخالف، المهم انه نغير جو شوي. اليوم راح خليكم تستمتعون مع هذا الفيديو مع هذا المقطع كأول يعني عودة وتجربة فيما يخص ماب الكاتراز بالإضافة إلى كود موبايل بعد سنوات. فأتمنى أنكم تعطونا تقييمكم بعد نهاية المقطع، ولا تواخذوني بشكل جدي شباب. ليش؟ لانه فعليا يعني حتى ما عندي ما هي اقل الاسلحه بطور الباتل رويال، فيعني دخلت جيم عادي. اوكي لو طور جماعي ممكن كلام ثاني، لكن كطور باتل رويال بعد سنوات فيعني تحس وكانك يعني صرت بوت شوي. فاتمنى انكم لا تواخذوني، لكن اتمنى ايضا انكم تعطونا تقييمكم ورايكم يعني في الماب اللي راح يكون قادم حتى لنسخه وورزون موبايل. الى هنا ما بقى لي الا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير وانتظروني في قادم الحلقات او قادم الشروحات او قادم الجيم بلاي ايا كان. اوكي فيلا استمتعوا مع بقيه الفيديو، لايكاتكم وسلام.
Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Reloading. Engaging the enemies. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Shield turret deployed. Your teammate has been killed. Find the half of the teams are eliminated. System hack. Enemy down. System online. Your teammate has been killed. Reloading! Cover me! The airdrop is coming. Supply drop incoming. Reloading. Cover me. Airdrop has been delivered. Changing mag! Ah! Major instability detected. Evac to safe zone. The airdrop is coming. Supply drop incoming. Your teammate has been killed.
The airdrop is coming. Supply drop incoming. Airdrop has been... Changing mag. Your teammate has been killed. The airdrop is coming. Reloading. Cover me. Drop inbound. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Only two teams left, getting close to victory. Your teammate has been killed. Enemy. Above your head. Yeah. Drop there. Behind you. Like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.